مديرية المصراخ إحدى مديريات جبل صبر، تقع جنوب مدينة تعز. أغلب قراها تقع على رؤوس الجبال، مما جعل طرقها وعرة وتحتاج إلى جهود كبيرة لإصلاحها، شقا وتعبيدا ورصفا، وهو ما تقوم به السلطات المحلية بالتعاون مع الأهالي ورجال الخير خدمة للمواطن وتسهيلا لتنقلاته. نشكر اللواء عبد الكريم الصبري على السعي وراء إنجاز هذا المشروع والسعي في الخير كفاعله، ونشكر الحاج عبد الجبار هايل سعيد العام على مساهمته لإنجاز هذا المشروع، كما لا ننسى نشكر الأهالي والمشايخ والمواطنين الذي ساهموا في النصف جزء نصف المبلغ للبدء في تدشين هذا العمل الكبير والهام. ولا ننسى نشكر الأخ مدير عام مديرية الإشراف والمتابعة على هذا المشروع، والذي وإن كان نجد الصعوبة بعد أن قد تم إصلاح جزء منه فما بالك في السابق. حقيقة المشروع يعتبر مشروع استراتيجي بالنسبة للمواطنين، حيث المسافة البعيدة وحيث أيضا وعرض الطريق. الطريق شريان حياة، وقد عانى سكان عزلتي حصبان وصنمات لعقود لتأتي إليهم اليوم طريقا ممهدا، سينعمون بخدماتها وستتسهل لهم الحياة أكثر. ويحتاج استكمال هذه الطريق إلى جهود رسمية ومجتمعية لتنتهي مرحلتها الثالثة. نفتتح أو ننتهي من المرحلة الثانية من طريق عزلتي حصبان وصنمات والطريق شريان حياة، وهو طريق وعير، وهي بداية وما زالت تحتاج إلى نوع من الاستكمال لهذا الطريق الوعير حتى تصل الطريق إلى عزلات صنمات، باعتبار أن الطريق وشدة صعوبة العورة ما زالت ماثرة أمامنا. وبالتالي ندعو كل الجهات الداعمة والبيوت التجارية بيد أو مد يد العون للمجتمع في هذه الأماكن حتى تصل الخدمات، يعني المشاريع الحيوية الخدمية. لم تقف الحرب التي ما زالت بأطراف مديرية المصراخ عائقا أمام تنفيذ هذا المشروع الكبير بنظر الأهالي الذين تحدوا الظروف الاقتصادية وساهموا مع السلطات المحلية، ليروا اليوم أمام أعينهم إنجازا انتظروه طويلا.